ولده بينشأ معه وهو لا يزال جنين. الإنسان يبدو من صغره بتعرفه جبار ولا لا، ها؟ لذلك ولم يكن جبارا، وبالتالي ما كانش مش رح يكون، ولم يجعلني مش رح أكون جبار. فمعناته يبدو أنه في سر يجب أن نبحث عنه في مقدمة من مقدمات المسيح اسمه يحيى، يكون له دور في الأرض، يحكم، يتهم بالجبروت. إحنا إذا بتلاحظوا ما عملناش ولا إشي في التفسير، أخذنا الآيات على ظاهرها بس. فمن هو يحيى وشو قصته؟ بتصيروا تفكروا عادي أنتوا بعدين.